أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها ضرورة لمستقبل الشعوب ومقدراتها. وفي كلمته خلال أعمال القمة العربية 32 بجدة، شدد الرئيس السيسي على أنه لا يصح أن تظل آمال شعوبنا ورهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التي تضر جهود تسوية الأزمات. إخوة الأعزاء، لقد مرت منطقتنا خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق أمن وسلامة شعوبنا العربية، وأثارت في نفوس ملايين العرب القلق الشديد على الحاضر والمستقبل. لقد تأكد لكل ذي بصيرة أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها، فلا يستقيم أبدا أن تظل أمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التي تفاقم من الاضطرابات وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود.